كانت عايشه معايا وكانت صغيره، كانت عندها 13 14 عام. وراكم عارفين اي صنعه كتبغي تعلميها لولدك ولا بنتك خاص يكون طفل صغير تعلميها له. انا كنت كنعلمها، ماشي كنت كنستغلها باش دير عندي، لا كنت كنعلمها. كنقول ما عرفت انا نكبر بنتي ما عرفت تقرا وما تلحقش خدمه وظيفه، ما تلحقش شي حاجه، تلقى واحد الصنعه في يديها كتمشي معايا تنعلمها تنوريها لك اليوم كتدخل كيفاش تحترم الناس، كيفاش تخدم الناس، كيفاش تاخذ صنعتك. يعني باحترافيه بطريقه كنوريها اسرار المهنه ومن قلبي، حيت راه ما يمكنكش توري اسرار المهنه لشي حد الا الكذب. شنو حنايا تكون غزال داكشي انها مطروز. نكون بغيت نكون بحال هكا ماما وخالاتي ان شاء الله يا ربي. قال لك الحنا على مغنات السر وواقيلا تزيد في العمر، خطير جدا واحد الاسرار زوينه وغادي تنفعكم في الحياه. فزعما الا كنت باغيين تتعلموا الحنا غادي تنفعكم هاد الاسرار هادي ديال الحنا، ويخليكم معايا وانتم معايا. عندنا خوتي في اللوازم ديال الحنا كنحتاجوا هاد اول حاجه، بعدا غادي نشدو طبسيل بحال هكا على حسب القياس ديال الحنا اللي غادي ديروا نتوما. حاجه واخا يكون رقيق يخنق لينا الشوكه، وغادي تبقى كل ساعه الشوكه كتخنق وانتيا غتبرزطي بزاف. تكتري لها في الماء حيت راه الا جاتك جايه ما غاديش تساعدك كاع في الحنه. هو السر الحقيقي باش كتعطيك داك اللون اللي كتشوفو. وهذا الديليو هذا ماما اللي شاريه من قلبي الاطلس. صوروا اسرار المهنه راه فيهم وفيهم انواع ديال الخدمه، كيفاش طاكتيك باش تخدمي واحد الخدمه اللي هي زوينه تجذبي ليك اليوم بطريقه الخدمه تتكون زوينه، تتخدمي واحد الخدمه اللي هي زوينه تتخلي الناس تبعينك عليها. فريمون انا نخدم خدمه زوينه ونقيه الناس كلها كيتبعوني. هاد المواقف كامله كتعبر على الحب وعلى الاهتمام ديال الام بالطفله ديالها. لكن خصنا نعرفوا بان اي عمل في مرحله الطفوله هو ممنوع صفة نهائية عن الطفل، لأن هذا يعتبر استغلال الأطفال. هذه من ناحية. ثانيا عمل الحناء أو نقش الحناء هو واحد العمل مضني، لأن الطفلة كتبقى حانية على اليد والرجل ديال السيدة اللي كتقوم بوضع الحناء لها مدة أكثر من ساعة إلى ساعتين. وبما أن الطفلة كتكون في واحد السن يعني صغيرة والجسم ديالها مازال كينمو، فهي كتتعرض للتشوهات في العظام ديالها في السكلات ديالها. فكل هذا يعني في القانون المغربي يعتبر استغلال الأطفال. هذه في البداية، لأن الطفل دون 15 فهو الطفل، ودون 18 فهو الطفل. فلهذا يسرى لم تتعرض فقط من الاستغلال من الأب، إذا كنا اعتبرنا بأنه استغلال، ولكن تم استغلال وكذلك حتى من الأم، لأن هذا ما كيبرأش الأم من هذه القضية، لأن هي كذلك استغلت يسرى في واحد المرحلة. هي كتقول كتعلمها الصنعة، علمها لالا الصنعة، ولكن حرصي على أنها تكمل الدراسة ديالها. وملي توصل 18 فهي كتختار نفسها شمن مجال تخدم فيه، ماشي تمشي للديور وتبقى أكثر من ساعتين وهي محنية على رجل واليد ديال الزبونة، وهي كتمارس هاد المهنة وهي مهنة شاقة. هي بيدها كتعتبر بأنها عانات في هاد المهنة، هي مهنة ماشي سهلة. هذا ما كيبرأش الأخت سعاد من كونها استغلت الطفلة ديالها. كتقول لك أنا عطيتها فلوسها، حنا ما شفناش، حنا دائما كنهضروا كلام مقابل كلام. يعني إلا أنها استغلت يسرى كطفلة، هي ملي كانت كتديها وتنقش الحناء للزبونات وكتبقى مدة طويلة.
كانت كتخلصها ولا ما كتخلصهاش، هذا كيتسمى استغلال، لان الطفل دون السن القانوني ممنوع عليه يخدم. وحنا عندنا قانون ديال الخادمات البيوت، وعندنا قانون تشغيل الاطفال، وعندنا بزاف ديال المواضيع اللي كتهتم وكتحمي الطفل من الاستغلال. فيعني خروجها باش تهجم على بوكيشه بانه استغل يسرى، وكتحاول تلميع الصوره ديالها، وحنا كنعرفوا مهما حاولت تلمع في الصوره ديالها، يعني كونها كانت ام حريصه على الامن ديالها، فموضوع زين المحارم ما كيخليكش الاخت السعاد انك يعني تحاول تستعطف المشاهد، لان فقط داك الفيديوهات اللي خرجتي كتهجم على بنتك، وداك الاسرار اللي خرجتي بها وعطيتيها للقنوات الاخرى اللي تجروا بها، فهذا دليل ضدك ماشي دليل معك، لانك انت اساتي الى طفلتك اكثر مما اساء الاب، وحتى الى اساء الاب فانت كذلك اساتي الى طفلتك، لانك استغليتها كمساعدة لك في نقش الحناء وهي دون سن 15 ودون سن 18. فما تحاوليش أنك تستعطفي المشاهد وتحاولي تلمعي الصورة ديالك، لأن الفيديوهات دليل على أنك ضربتي في عرض بنتك وشوهتي بها وشغلتي الرأي العام المغربي والعربي مواضيع زنا المحارم ومواضيع العقوق. فللأسف كنحاول أنني نشوف فيك داك الصورة ديال الأم العطوف الحنون، ولكن دائما كتجيني داك الفيديوهات الماضية اللي كنتي كتهم بنتك بأنها ضربتك، بأنها شريكتك، بأنك سخط عليها. معرفش انا ربما لو تنازلتي على موضوع زين المحارم ربما غادي يكون هذاك واحد النقطه تحتسب لك، لكنك انت كتخرج تحاولي تلمعي الصوره ديالك، وفي نفس الوقت كتضربي دائما في الاب، والبنت كتعرف باها وهي عارفه باها وعارفه شنو كاين، فما تحاوليش تضغطي عليها وما تحاوليش تدخلي يعني نيوسرا من خلال هذه المواضيع، لان غتكوني دائما تينا الضائعه، لان اخيرا كل شيء كيقول بان البنت هي حره في فلوسها وهي كتعامل بفلوسها وكتعطي لمن ما بغات، لانها دابا راشده ماشي بنت قاصر. فأنا بالنسبة لي هذا الخروج ديالك هو فقط كيف ما كيقولوا الإنسان اللي كيحاول يصطاد في الماء العكر، لأنك حاولتي تصطادي في هذه العلاقة اللي دابا ربما تكون هي ما كايناش التوتر، لأن الفيديو الأخير اللي خرجت فيه السيدة لبنى والعائلة كاملة وجالسين وضحكين وفرحانين بيناتهم ما كيبانش بأن هناك خلاف، بالعكس هناك اعتراف من الجميع بأن الأمور ماشية على ما يرام، وبأن السيدة لبنى هي قايمة بالدور ديالها كأم بديلة عن هاد الفتيات، لأنها بقى محتضنهم وبقى محافظة عليهم في غياب الأب، في حين تينا دائما كتخرج باش تحاولي تلمعي الصورة ديالك من بعد ما وسختيها. ف بالنسبة لي أنا هذه ورقة فاشلة في يدك، فمهما حاولت أنك تشغلي رأي العام بنفسك عاود، لأنش أنت دائما كتبغي تثير انتباه راسك، دائما كتدخلي على الخط باش تثيري انتباه من قناتك، ولكن أنا بالنسبة لي ما عندك شيء، هذه ورقة يعني خاسرة عندك هذه الورقة. وكنقول مشاهد فقط يعني يكون بوعي ملي يسمع هاد الخرجات ديال الام ويحاول يغربل دائما. فشكرا للمشاهده، شكرا للاستماع، والى فيديو قادم ان شاء الله.
وكنت كنحبب الناس فيها بطريقتي، وشويه بشويه بقيت كتدخل لقلوب الناس. ديك السنوات اللي كانت كتمشي معايا وعلى عيني، ما كانت منين خدمت عليه وصور على يديها اموال طائله، منين صور ديك الاموال الطائله علاش ما كتبش ليها في المحل؟ علاش ما كتبش ليها؟ علاش ما عطاهاش حقها ولو غير ربع ثلث نص؟ مهم ساهمات، عندها مساهمه قويه، مساعده قويه. دابا ماشي جيت كندافع، لا، انا كنقارن الهضره ديالهم اللي كانوا كيلوموني انا قالك حيت ما كتبتش ليه ملي كنت اللي كان هو معايا، وانا اللي كنت خدامه راسي وهي بسني عاد يدي، وكنت نصرف وندير مفرقهاش. وتصورت مشيت تحني معايا لمده داك السنين اللي كانت كتمشي معايا، ديك الفلوس ديالها قسما لا زمن الا كنعطيها لها ديك الساعات ما كتبتش عندي بزطامي في خطير. الحمد لله ربي كبير، من عندهم كيخرج الدليل. الحمد لله كنعطيها لها ديك الساعات، وتقدر هي بنتي وكانت كتصور اكثر مني. تصور كنت كنديها معايا وكانت كتصور اكثر مني في الفلوس، وكنت كنعطيها فلوسها.